أحسن الله إليكم، كيف يمكن تعليم أبناء العقيدة الصحيحة التي تنفعهم في مواجهة الغزو الفكري الحالي؟ نعم، هذا مهم السؤال هذا. نعم، أقول نعم. كيف يمكن؟ هذا سهل جدا ولله الحمد. التي تستطيع أن يعني تستطيع أن تأخذ العلم وتفهم العلم على أهل العلم فالحمد لله، وأظن الآن تستطيع الفتاة أن تدرس العلم وهي في بيتها. كيف ذلك؟ الآن ممكن ابن عثيمين على جلالة قدره رحمه الله وتخصصه في العقيدة تستطيع الفتاة أو الأم تشغل ابن عثيمين عندها شرح العقيدة. اسمعي، حطي للجدول بالأسبوع ساعة مثلا، اسمعي للشرح والشيخ عندك كأنه جالس في البيت درس خصوصي يشرح الشيخ، وإذا خلص الشيخ إذا بغيت تسكتين أقول يا شيخ جزاك الله خير قف سكتي الجهاز ويقف، وإذا أردت إشغال الشيخ ليك. هذه ترى نعمة ما كانت موجودة أول، لازم أنك تسافر عند الشيخ وإلا ما تقدر. الآن وانت في بيتك تستطيع أن تسمعين شرح ابن عثيمين، شرح صالح الفوزان، شرح ابن باز، شرح العلماء الكبار الآن وانت في البيت. إذن الحمد لله ما يكتفى بالكتب، الكتب مهمة، الشروح اللي ذكرت لكم مهمة، لكن السماع من المشايخ غير الأشياء المكتوبة بالكتب، لأن الشيخ يسأل ويناقش وهذا يحيي الذهن. فأنا أنصح الحقيقة كل واحد منكم أن تدخل على موقع الشيخ ابن عثيمين وتشوف فيه دروس في العقيدة، وتدخل على هذا تضغط الزر وتسمع الشيخ يتكلم وتسمع شرحه، وكل يوم تسمع وتسجل الفوائد، ستكون من طالبات ابن عثيمين البارزات، تفهم العقيدة الصحيحة. نعم.